السلام عليكم استاذ، كم سنه ما يقدر يمشي؟ هسه بيد الله تعالى يمشي بيد الله. هل باي مكان جاي؟ بالانبار. شيخ لا تخافوا، هسه تمشي بيد الله. ابد بالعربان ما يقدر يمشي، هسه يمشي بيد الله تعالى. شيخ بس لا تخاف، خوش رسالكم معجزه القران معجزه، يرجع الى كتاب الله وسنه. صار فيو كانت مالي بالله هسه باذن اخواني القران، الشيء القران معجزه شفاء كلام رب العالمين مو كلامي. هسه يطيب بيد الله. شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام. باي مكان جاي؟ من هيك على راسنا. هسه تمشي بس لا تخاف بالمشي. اذا قرب على رويس صلاه الشيء يبدا، اذا تضاحت صلوا على النبي، لان هذا القران معجزه مو شيخ علي. وننزل من القران ما والشفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالم الا خسارا. ربي ايش في اقول يا رب؟ واش فاعل من سوره دمشق؟ رب العالمين الله اكبر. سبح ربي العلى وبحمده، سبح ربي العلى وبحمده، سبح ربي العلى وبحمده، سبح القدوس رب الملائكه والروح، سبح وجهك الذي خلق وشق السماء وصلى بحوله وقدير، فتبارك الله احسن الخالقين. ربي اشفي انت الشافي، القران معجزه واشفى يبني. يا الله يا الله يا الله. واذا مرضت فهو يشفيني، واذا مرضت شيخ انهض باذن الله تعالى، شيخ انهض باذن الله تخاف، امشي باذن الله تعالى، جماعه لا تخاف، خلي جماعه نصلي على النبي. اللهم صل على محمد. الله 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 مليون ما شاء الله. شيخ ارجعني، خلي جماعه نصلي على النبي. تعال استاذ هنا. استاذ السلام عليكم. من وجهك هنا استاذ، اول مره تجي؟ ليش بكيت؟ مو كل جاي ما مصدق. دري برفقنا غرفه شو بيجي القربان؟ دري برواناكم باب ان شاء الله. اول مره قوي. شيخ تعال يا ابني. شيخ خشت مشاكل. شيخ مشاكل. وركيت قريه دري برواناكم كباب مروي. شيخ تعال لا تخاف شيخ. وصل الله تبارك وتعالى. خش يا استاذ، بس هاي خطابي ارجع الى اخر رساله الاسلام، القران. هذا هو معجزه القران، انا ما اشفي احد، الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. استاذ فرحان تعال شيخ. شيخ تعال، اول مره يجي استاذ سوي ونص ما يمشي. شيخ قول لا اله الا الله محمد رسول الله. شيخ ليش تمشي فرحان؟ ايدك معي، ايدك سوي شيء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.